قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن ماشيين على منطقة أبو جبيهة، واستوقفنا هذا المنظر العظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، من المياه الجارية والصخور والجبال والطبيعة الأخاذة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه الآيات العظيمة هي من خلق الله سبحانه وتعالى وحده، وهي دليل واضح لكل ذي عقل أنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي مع هذه الآيات الواضحة والخلق العظيم، كما قال الله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مع ذلك كله ناس عندنا يظن أو يعتقد أو ينشر أو يكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى خلق الله، إنهم بيتصرفوا في الكون، وإنه زي ما قال بتاع القادرية: وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم موج الأرض كم هو موجتي. وواحد يقول: ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. ويجي بتاع البرهانية يجي يقول: جبريل ميكال يعني الموكل بالأرزاق إسراف عزراء هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. فنحن بنتحدى الصوفية كلهم وشيوخ الطرق الصوفية في السودان وخارج السودان، بس اعملوا لنا منظر زي ده: وإلا فأنتم كاذبون ودعواكم في ذلك باطلة، بل كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإن الله سبحانه وتعالى يعني هذه المخلوقات مع عظمها تدل على أن خالقها أعظم منها سبحانه وتعالى، وهذا دليل من الواقع. يعني أخذتنا هذه المناظر، ويعني الإنسان يزداد إيمان بالنظر والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يهدي ضال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير.